اول نوع من الريلاكسيشن بنسميه تي 1 ريلاكسيشن، هو ده اللي فعلا كنا بنتكلم عليه من شويه، بسميه اللونجيتودينال ريلاكسيشن. اللونجيتودينال ريلاكسيشن تايم هو بيسكلي اتسمى كده علشان بيتكلم على التايم ات تيكس فور ذا سبينس تو ريالاين الونج ذا زي اكسس. يعني السبينس بتاعتي انا عملت لها فليبنج كلها في الاكس واي، هي بقى بترجع تاني للزي ازاي؟ اوكي، يعني بيحصل انها ترجع تاني ازاي للزي كده، هو ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. طبعا في الاول خالص بيبقى الماجنتيود صغير، اوكي، في اتجاه الزي، وماجنتيود كبير في اتجاه الاكس واي. شويه بشويه الاكس واي تبتدي تقل والزي تبتدي يكبر، والاكس واي تقل والزي يكبر، وفي الاخر يبقى مفيش خالص حاجه في الزي في الاكس واي زي ما كنا في الاول، ويبقى كل الماجنتيزيشن بتاعنا نت ماجنتيزيشن كله يبقى في اتجاه الزي. اوكي، الكلام ده بيبقى ديسكرايبد باكسبوننشال جروث كيرف بالشكل ده كده. الايكويشن بتاعته ان الام زي اوف تي بتساوي ام نوت في 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على تي 1. تي 1 ده بسميه لونجيتودينال ريلاكسيشن تايم او تي 1 ريلاكسيشن تايم، اوكي، او بسميه سبين لاتس ريلاكسيشن تايم. سبين لاتس معناه ان انا عندي كل واحد من السبينز الموجوده بيجيف اوف انرجي لللاتس اللي هي الانفايرمنت اللي حواليه، اوكي، ونتيجه لكده هو بيرجع تاني للجراوند ستيت او يبتدي بقى لاين تاني مع اتجاه الايه؟ مع اتجاه الزي. اوكي، فمعنى كده ان احنا في اثناء ما احنا حاطين ار اف بالس هو قاعد بيمتص انرجي، السيستم بتاعي او السبينز بتاعتي بتمتص انرجي. وانس ان انا اي ستوبت الار اف انرجي بتاعتي او الار اف بالس بتاعتي، الريلاكسيشن بيبدا فورا. والتي 1 ريلاكسيشن هو اول او اكتر حاجه مهمه ان هي الانرجي بقى اللي هي ابزوربد باي ذا سبينز ايه هترجع تاني ازاي بقى للايه؟ للانفايرمنت، عشان ارجع تاني بعد كده للايه؟ للجراوند ستيت بتاعتي. وطبعا الانرجي اللي هي بتطلع دي هي بتبقى في شكل السيجنال اللي احنا بنقيسها، وهي دي الحقيقه الحاجه اللي بتدينا السيجنال بتاعت الام ار اي اللي احنا نقدر نستفيد بيها عشان نبني صوره الام ار اي.